أولا احنا طبعا نحترم القضاء المغرب ونقدره ونجله، وتفاصيل القضية ما زالت منظورة في القضاء، يعني لحد الآن ما حكم فيها بعد بالدرجة، يعني لحد الآن بس كانت تحقيقات الشرطة القضائية وحيلت للمحكمة، والمحكمة لحد الآن ما انحكم أو ما انبت فيها. الكلام اللي قاله لقيل من قبل الصحافة أن السفير أو السفارة نزلت بثقلها وأخرجت المواطن، للعلم ترى المواطن سجن لمدة 54 يوم. صحيح. يعني لو السفارة تبي تدخل، لو تدخلت من اليوم الأول أو اليوم الثاني تركنا ليواجه مصيره. المحامي اللي عمل الوثيقة، وثيقة التنازل، مو محامي السفارة، محامي هم اختاروا ذوي الولد الكويتي، مع ان ما كان لنا اي تدخل في بالتنازل. جاب اتفقوا مع محامي واتفقوا وياهم. في البداية والدة البنت اطلبت هي اللي تنازلت مقابل او بدون مقابل بالاوراق، بذكر بدون مقابل اللي اعرفه والاوراق اللي شفتها ان تنازلت بدون مقابل. هذه الام والدة البنت. بعدها في اعتقد فترة اسبوع 10 ايام او شغلات كذي، جاء الاب رفع شكاية ثانية وهم تنازل بعدين بعد ما شاف المحامي تبعهم، مو محامي السفارة. محامي السفارة احنا عيناه وكلفناه، عندنا محامي كلفناه ان التعجيل في القضية، وما يعقل انه يسجن 54 يوم بدون حكم. يعني في حكم يدان فيه، يدان يبرأ، بس انه يترك شهر ونص، اكثر بعد من شهر ونص في بالسجن بدون محاكمة، والابتزاز اللي حصل طبعا اللي قاعد نسمعه من ذوي الولد نفسه، يجونهم سماسرة يقول لك احنا تدفع لنا ونطلع ونخلص الموضوع ونسكر الموضوع. هذه انا يعني ما اقدر اقول لك انفيها نفي قاطع ولا اقدر اثبتها. هذا الكلام اللي سمعناه ان تدخلنا ان عجلوا بالحكم، خلي الاجراء ياخذ الحكم او القضاء ياخذ مجراه، لكن ان اتهمونا ان احنا تدخلنا بالتسويه ولا بالتنازل، احنا لا اعطينا لا جواز سفر ولا اعطينا وثيقه ولا، يعني هم الخطا اللي حصل ما ادري هل هو يرجع لتقدير المحكمه، لان لحد الان اللي سمعناه وحطها بين قوسين، اللي سمعناه ان في لغط كثير في التحقيقات الاوليه مالت الشرطه القضائيه. وانا اكون صريح وياك، المحكمه لها تقديرها ولها حريه استقلاليتها وحريتها في اتخاذ قرارها. هل المحكمة لها مسببات أفرجت إفراج مؤقت وعطتها جوازة ولا منعتها من السفر؟ ممكن، يعني لو كان في المغرب المحكمة لها وجهة نظر تبي تمنع خروجه تمنع خروجه. ما نبي نخوض في القضية نفسها، لأن هي ما زالت منظورة للقضاء بالقضاء. وبعدين الأهم من هذا كله، انصدر حكم فيه، أنا صرحت فيها رسمي، يسلم في اتفاقية تبادل، المتهم بريء حتى تثبت إدانته. إن لحد الآن ما حكم ابتدائي، القضاء هو اللي حكم،
مو المحكمه، القضاء سبق المحكمه وحكم. فبس القضاء او الصحافه، عفوا الصحافه هي اللي حكمت قبل القضاء، فما في لا حكم نهائي ابتدائي ولا حكم يعني في درجات التقاضي لحد الان ما صدر شيء. بس ارد ارجع اقول لك ما نبي نخوض في تفاصيل القضيه، لان كل الكلام اللي وصلنا مجرد كلام، يعني في اجراء، في كلام قيل في الشرطه القضائيه، في كلام قيل من الصحافه، في كلام يعني كلها انا قاعد اجمع المعلومات، وبالنهايه القرار الاولي والنهائي يرجع للسلطه القضائيه والمحكمه. ما تنساوش تابوناو في لاشي اليوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.